الاستثمار في الأراضي الحية في موريتانيا هو شعار اليوم العالمي لمكافحة التصحر الذي تحتفل به موريتانيا كغيرها من البلدان الأخرى في 17 يونيو من كل سنة. ونظرا لوجود موريتانيا على الجبهة الشمالية لمنطقة الساحل، فإن ظاهرة التصحر وصلت نسبة ارتفاعها ما يزيد على 78% خلال السنوات الأخيرة وفق بعض الإحصائيات. لقد تفاقمت ظاهرة التصحر في العقود الأخيرة بسبب الجفاف الذي انجر عنه هبوط النظام المائي وتدهور الغطاء الغابوي الغابي الرعوي، فأدى ذلك إلى انزياح جبهة التصحر من الشمال نحو الجنوب. إن الغابات والأراضي الشجرية الأخرى التي توفر حوالي 80% من حاجياتنا من الطاقة البنزينية وأساس حاجة المواشي من المراعي لم تعد تمثل سوى قرابة 3.3 من مساحة البلد بنسبة تصحر مرتفعة جدا. اليوم العالمي منظم من طرف وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع الجمعية الوطنية من أجل الترقية النسوية وحماية البيئة في موريتانيا، وقد عرف حضور العديد من الفاعلين في مجال البيئة والتنمية المستدامة. إن الجمعية الوطنية من أجل الترقية النسوية وحماية الطفل والبيئة تخلد هذا اليوم تحت شعار كل شيء بثمن لنستثمر بالتربية السليمة. أيها الحضور الكريم، ورغم الجهود الجبارة التي تبذلها الدولة من أجل تقديم كل الخدمات الأساسية في مجال البيئة، ولا أدل على ذلك من إنشاء وزارة مكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة، فلا بد للمجتمع المدني أن يلعب دوره والمكمل في عملية التحسيس وتغيير العقليات. احتفاليات اليوم العالمي تخللتها العديد من الأنشطة المتنوعة والتي انتهت بقرص حوالي 1000 شجرة في ولاية نواكشوط الغربية من أجل المساهمة في مكافحة ظاهرة التصحر التي تنتشر في موريتانيا.